الو، وين عمل الله؟ رمضان مبارك سعيد سيد وزير. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. بغينا نسولك شنو كيفاش كتدوز النهار ديالك في رمضان؟ بشكل عادي، بمعنى انه تأقلم مع شهور رمضان، وربما ان وقت العمل، بداية العمل تكون شيئا ما متأخرة مقارنة مع الأيام العادية، لكن في المقابل أشتغل عموما إلى ساعة متقدمة من النهار، قد تصل في بعض الأحيان إلى ساعة أو نصف ساعة قبل الإفطار، وهذا في حالة عدم برمجة دروس دينية، الدروس الحسنية التي أحضرها بصفتي الوزارية. نعم، المستمعين ديالنا يبغيو يعرفوا المائدة ديال السي نبيل بن عبد الله، شنو زعما شنو أهم كيميزة؟ المائدة التي تنتظرني عموما بالبيت هي مائدة فيها كل أنواع الحلويات، ولكن كذلك أنواع مختلفة من المالح، بمعنى أنه في عادتي الآن وسعيا إلى عدم الإفراط أتناول الفطور، ويكون هذا هو الأكل الوحيد أو الأكلة الوحيدة التي أتناولها في أمسية رمضان، بمعنى أنه ليس هناك عشاء، بمعنى ليس هناك عشاء، ولذلك يكون في شوية ديال التغلاق في العملية ديال الفطور، وأقف عند هذا الحد إلى حدود قبل أن أنام، وذلك من خلال إما شوية الحليب أو يوغور أو شيء من هذا القبيل، مع شيء قليل من شيء من الأكل، يعني خفيف جدا، لتمكن من الصيام بشكل عاد، وتناول الماء وشرب الماء بشكل كبير كذلك، خاصة قبل تقريبا. هذا هو برنامجي في رمضان. شي وجبات مفضلة بالنسبة لك سيد الوزير كتطلب؟ ليس هناك وجبات، لأنه كما قلت لكم أتناول فقط الحلويات والأكلات الخفيفة المالحة، بمعنى أنه مثلا ما أريده دائما في الطاولة هو، لأنني مولوع بذلك، مليويات بالخلع. هذا مثلا والسلام، ما كاينش، ما كنعمل لا طاجين ولا سمك ولا شيء من هذا القبيل، يعني ما كاينش العشاء، كاين فقط الحريرة أو شربة وما تكلمت عنه، وأقف عندها وعصير عصير كيفما كان، وأقف عند هذا الحد وأتناول قهوة وأكتفي بهذا القدر. شي البرنامج ديال السيد الوزير من بعد، يعني من بعد الإفطار، يعني واش كت بعد الإفطار والصلاة أتناول، عادة هناك ما هو مرتبط بأنشطة حزبية، في كثير مثلا البارح كنت في نشاط حزبي، غدا عندي نشاط حزبي، هناك كثير من الأنشطة الحزبية التي نبرمجها بعد الفطور، أو إذا لم تكن هناك أنشطة حزبية يعني أظل في البيت، أو في بعض الأحيان أجتمع مع بعض الأصدقاء، نتناول معا لعبة الورق قبل الدخول إلى البيت والنوم. كلمة أخيرة سيد الوزير للمستمعين ديالنا.
رمضان مبارك سعيد، وكل سنة وأنتم بألف خير، ووطننا العزيز المغرب في تقدم مستمر، ومزيد من الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية في بلادنا. نعم، شكرا لك بزاف سيد الوزير. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا، إلى اللقاء.